هنبدأ من صفحة اتحاد الكرة المصري اللي نشرت الصورة دي وكتبت الصفحة: حكام مباريات الغد في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز. أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الخامس للدوري الممتاز على النحو التالي: الإنتاج الحربي وبيرميدز محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفي وأيمن العقاد ومحمد الشرقاوي حكما رابعا المصري وأف سي مصر محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقي وأحمد شاهين وعلي الكيكي حكما رابعا أيضا. أما الثلاثة 22 أكتوبر أسوان وإمبي محمد أبو خاطر ويعاونه كل من أحمد نوفل وصالح محمد عفيفي ومعهم عصام بكر حكما رابعا. أما عن وادي دجلة ومصر للمقصة فهيكون حكمهم محمد الحنفي وأحمد عطية وسيد نافع وعلي السعيد حكما رابعا. أما الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الجونة والأهلي هيكون حكمهم سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر وشريف حسن حكما رابعا. أما عن الخميس 24 أكتوبر 2019 حرس الحدود والاتحاد السكندري هيكون الحكام جهاد جريشة وأحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف ومحمود ناصف حكما رابعا. ونروح لصفحة نادي الزمالك اللي أعلنت عن أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون العرب اللي اتلعبت امبارح بالليل وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف. ونشرت صفحة الزمالك الصورة دي وكتبت: رجل مباراة الزمالك والمقاولون العرب هو فرجاني ساسي.